تنافس كبير بين المنصات المختلفة لتوفير مميزات التي تجذب المستخدمين وتسهل عليهم تواصلهم مع بعضهم. منصة تويتر أطلقت حديثاً ميزة مساحات التي لقيت إقبالاً كبيراً عليها. سبيسز أو مساحات في تويتر هي خدمة جديدة صوتية تجمع الناس في هذا المكان. كثير من الناس لقت أن والله هذه الخدمة توفرت وموجودة، بدأوا يجتمعوا يتناقشوا فيها مواضيعهم، في ناس في الكورة، في ناس في مجالات الفن، وفي ناس في مجالات السياسة، في ناس في مجالات البزنس والاقتصاد. صراحة يعني الخدمة هذه سوت نقلة نوعية في التواصل بين الناس. صار في تفاعل بين الجمهور وبين الناس اللي يعتبروا مؤثرين، نقدر نقول يعني هذا الشيء وفر مساحة للناس إنها تعبر عن رأيها، يصير في تفاعل، الناس تطلع تسأل. يستطيع المشترك إنشاء مساحة محادثة عامة وإضافة حتى 10 متحدثين إضافة إليه في الوقت ذاته دون وقت محدد لها، وتستطيع المساحة الاستمرار لساعات حتى إنهائها من قبل المستخدم. حقيقة أنا أفتح المساحة من باب أني أنا أقول لهم كيف يصيروا كتاب محتوى، وما كنت أعرف صراحة حقيقي، لأنه كانت جيني أسئلة على الخاص أنه إحنا نبغى نصير كتاب محتوى ما إحنا عارفين، أو يجوني صحبات أصحاب متاجر كذا أنه نبغى نكتب إعلان لمجرم ما إحنا عارفين كيف نكتب محتوى كيف. فقلت خلاص خليني أعمل المساحة وأعطيهم، لأنه عارف الرد على الخاص واحد 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 مرة مرهق. فتحت المساحة على هذا الأساس وتفاجأت يعني ممكن خلال نص ساعة صار أكثر من 300 مستمع، وفي نفس المساحة جاني تقريباً أكثر من 6 عروض وظيفية، يعني كان شيء جداً مبهر جداً مبهر. أنا كنت أسمع يقولوا إنه المساحة تساعد في إنه الواحد يرفع تفاعل حسابه ويرفع يعني يزيد متابعينه، بس إنك بهذه الصورة ما كنت متوقعة بصراحة. وجد مشتركو تويتر فيها بيئة خصبة لمناقشة المواضيع المختلفة وتسهيل التواصل فيها، فهي ميزة اضطر الناس سابقاً للتوجه لتطبيقات أخرى للحصول عليها. شعل السعد، MBC جدة.